عضله كترخى، وكانوا جد هاد البلاصه هادي باش ما كيتقاسش اللي كي قلت لكم، باش ما تشركش لاجي. كنزيد عاوتاني نسحب ها، باش ما انا كنسحب باش ما الراس كيخرج، باش كتمشي ليا الزحمه كنتنفس، باش كنت سلام. موضوع اليوم موضوع كيبقى شغل الذهن ديال العيالات بزاف، وخاصه اللي قربوا يولدوا، هو موضوع ديال الغريزات، الغراز او لشق العيشان او ليبيزيوتومي بالفرنسيه. شنو هما هاد الغراز؟ امتى كنديروهم؟ وعلاش كنديروهم؟ وفي حاله الا درناهم كيفاش نداويوهم؟ وشحال من طبقه كنخيطو وشحال من طبقه كنقطعو؟ هادشي كلشي غادي تعرفوه في هاد الفيديو. كنتمنى يعجبكم الموضوع، ولا عجبكم ولا عندكم تساؤلات ديروهم في الكومنتير باش نزيد نتشجع باش نعطي مواضيع اكثر. اول حاجه خصنا نعرفوه هو شنو هما الغراز. الغراز هي واحد العمليه بسيطه كديرها القابله في وقت الولاده. في وقت الولاده يعني الراس قرب يخرج، يعني الراس معمر الباب، كندير واحد العمليه بسيطه اللي هي كنقطعوا بالمقص باش كنعاونوا الطريبيه باش كتخرج لبرا. درت لكم واحد التصويره توضيحيه باش نفهموا شنو هما وفين كيدار. هذه هي التصويره، هذا هو الفرج ديال المراه، وهذا المخرج ديالها. المراه في حاله الولاده بوزيسيون جينيكولوجيك، يعني مفرقه رجليها، وكيكون الا رديتوا البال الراس هو هذا الكحل، يعني الراس ماشي في ماشي طالع للفوق، الراس في الباب. المراه هنا كتحس بالزحمه وكتزحم، ولكن باقي ما خرجش. كنديروا الغريزات هنا على اليمين ولا هنا على اليسار. علاش كنعاونوا بالمقص؟ فتنبل الا قلنا دوك الاسباب اللي هادي اللي كان علاش كنديروا الغراز، باش المراه ما تشركش لينا. هنا كاينه هنا الثقبه المخرج ديال اللور، وكاين هنا الراس. الا ما درناش حنا الغراز ممكن تشرق لينا المراه هكايا، ودي تصدق في مشاكل اخرى اللي ممكن فاش كتشرق من بين القدام واللور ممكن تكون مشاكل وتعقيدات في الصحه ديالها، وممكن الخروج ديالها بدا يخرج من القدام، ومشاكل اللي هي عن غنى عنها. يعني الغراز واحد العمليه صغيره كدار الضروره القصوى، ماشي كدار غير هكاك، وماشي اي ولاده الاولى ضروري ديري الغراز. ممكن الا عرفتي الطريقه ديال الزحمه وعرفتي الطريقه باش كتليني المخرج ديال الطريبيه ممكن تولدي بلا غراز. هذا هو التعريف ديال الغراز. الاغلبيه ديال النساء كتبقى تقول لك شحال من غرزه درت، كتقول لك كنسمع العيالات كيقولوا 17 غرزه، لا خيطتني ساعه وهي كتخيط فيا. خصنا نعرفوا علاش كتعطل القابله في التخياط ديال الغراز، ورغم انهم كيكونوا اربعه الغريزات ولا خمسه اللي فعلا برا. خصنا نعرفوا شحال من طبقه كتقطع كيقطع المقص. فاش كنقطعوا كنقطعوا ثلاثه طبقات. كنقطعوا واحد الطبقه الاولى اللي هي غنوريكم بواحد الرسم توضيحي. كنقطعوا واحد الطبقه الاولى اللي هي الداخل، عاد العضله، عاد الطبقه اللي على برا. يعني فاش غنبغي نخيط ما كنخيطش غير برا، كنخيط البدايه ديال الغراز. كنخيط من بدايه الغراز، يعني من فين ضرب المقص كنخيط الطبقه الاولى ونخيط العضله، وفي الاخر عاده كنخيط الطبقه اللي هي هذه اللي كتبان اللي كنحسبوا غالبا كنلقاو اربعه الغريزات، خمسه الغريزات ولا سته الغريزات. ولكن قبل ما نخيطوا هذه اللي هي جلديه كنخيطوا العضله وكنخيطوا تبقى الاخرى اللي لداخل. غالبا الطبقات اللي لداخل ما كنحتاجوش البنج، من حيث كيكونوا كيكونوا غير مؤلمات، يعني ما كنحس بوالو. الجلد اللي هي الاخيره يعني كيطاني هي اللي كيكون فيها شويه ديال الالم، ولكن انا كساج فام كقابله وكتجربه يعني كأم وكساج فام كنصح العيالات يخيطوا، يصبروا شويه في الخياطه ويخيطوا بلا بنج، من حيث فاش كتخيطي بالبنج اللحم كيتكرطونيزا، يعني كيقصح اللحم، داك البنج كيقصح اللحم، وفاش كيتسيكاتريز يعني فاش كيبرى كتبقى لك السيكاتريس. يعني الطبقتين الاولى الداخل ما غاديش تحسي بهم بطبيعه الحال، يعني هذوك لا نقاش فيهم بلا بنج. الطبقه الجلديه
الا لقيتي تصبري من الاحسن تصبري بلا بنج باش كتربحي من بعد الجلده ديالك ما كتحسيش انك كاع درتي الغرز نهائيا. هادو هما الطبقات اللي كنخيطو في حالات كانوا الغرز. دابا قلنا التعريف وشفنا الطبقات، غنشوفوا الاسباب علاش كنديروا الغرز. الحاجه اللي بغيتكم تعرفوا هو انه ماشي لا ساج فام باش تسربي خدمتها كدير الغرز ولا زربات عليك بالغرز، بالعكس من حيث القابله فاش كدير لك الغرز كتزيد على راسها واحد الوقت ديال الخياطه، الوقت ديال توجد الماتيريال عاوتاني ديال الخياطه، وكتعرفوا خص يكون داكشي معقم باش ما يكونش التهاب. اسباب ديال الغرز كيكونوا اسباب حقيقيه واسباب اللي صافي القابله ما عندهاش باقي شي اختيار اخر من غير تزيد لك شويه بالمقص. الحاجه الاولى فاش كيكون البيريني، يعني المسافه بين المخرج ديال المراه الامامي والمخرج الدبور ديالها كيكون مضيق، وفوق الولاده فاش واخا كتحاول لاساج فام باش ترطب وتوسع المراه كتشوف بانه الا ما درتش الغرز ممكن المراه تشرق، ولا تشرقات المراه يا ربي السلامه كيكون عنده مضاعفات خايبين سيختو الى تقاس السفنكتر، يعني الى تقاس لها العضله ديال اللور ديال المخرج ديال اللور، وممكن توصل فيها عمليات اللي معقده باش يردوا لها داك السفنكتر، وممكن يا ربي السلامه بلي كومبليكاسيون يقتل الخروج ديالها بدي يخرج ليها من القدام. وهذا الشيء علاش فاش كتحس لا ساج فام بانه ديك البلاصه هتقطع، يعني يشرقها الراس، كدير هي جوج ولا ثلاثه الغريزات كتنفس داك البيغيني ديالها باش كتبدا في الخياطه كيجي سهل وكيجي تجميلي. الحاجه الثانيه فاش كنديروا الغريزات هو فاش كتكون التربيه سخفات، يعني التربيه كنشوفوا دقه القلب ديالها كنلقاو بان التربيه ما تقدش باقي تصبر داك المساعده تهبط وترجع تهبط وترجع وتزحم المراه، كنديروا الغريزات باش كنعاونوا بشي يا فونتوز يا فورسيبس. كاين في حالات التربيه كبيره. الحاجه الثالثه فاش كداروا الغرز هي فاش كتكون التربيه كبيره، يعني المراه كتزحم وكنحسوا بان الراس معمر ولكن التربيه ما بغاتش تهبط، كنديروا الغريزات باش كنساعدوا المراه تولد طبيعي. وكاين بعض المرات كيحلوا الكتيفات، كيخرج الراس كيحلوا الكتف، خاصة المرأة اللي عندها مرض السكر أو اللي كي قلنا التربية كتكون غليظة وكتكون وازنة، كتكون الكتاف ديال التربية مشحم وما كيبغوش يهبطو، كنعاونو بالغرز باش كتهبط التربية في أمان الله. حاجة أخرى واللي الأخيرة اللي كنديرو فيها الغرز هو فاش كنستعملو الفوخسيبت أو لا الفونتوز أو لا كنستعملو آلات دو بحال اللي كتقولوا لهم المعيلقات باش كيخرج التربيه فاش كيكونوا الحكاك، وهذا كنعاونوا بابارايات باش كيخرج البيبي. ديك الساعات ضروري الغرز باش باش كيهبط التربيه بدون كومبليكاسيون. الاغلبيه العيالات كيقولوا لك لا هادي ندير ضروري ندير الغرز من حيث الولاده الاولى، ماشي ضروري، من حيث ممكن كاينين عيالات ولدوا الولاده الاولى وعرفوا كي يديروا فوق الولاده ويمتى يتنفسوا ويمتى يزحموا ويمتى يبداو يحبسوا النفس باش كتهبط التربيه بلا غرز واخا الولاده الاولى. وبدوك الاسباب راه واخا تكوني والده جوج ثلاثه الا كانت التربيه كبيره ولو حلو الكتف راه ضروري كديري الغرز رغم انك الولاده الثالثه والولاده الرابعه. هادو هما الاسباب ديال الغرز، كانت يعني اسباب حتميه ماشي اختياريه، داكشي علاش كنديروا الغرز. الولاده الحديثه دابا يعني اللي ولاو رجعوا ليها هو انهم كيحاولوا ما امكن تولد المراه بلا غرز. كيفاش نتجنب الغرز؟ الغرز كي قلت لكم الا ما كانوش الاسباب الحتميه باش يتداروا الغرز، يعني الراس كبير او لا استعمال اله باش المساعده على الولاده او لا كتاف غلط، يعني الاسباب اللي قلنا قبل، ممكن تجنب الغرز الا عرفت كيفاش نزحم ويمتى نزحم. اول حاجه خصنا نعرفو هو انه لاكوشمون او الولاده اكت فيزيولوجيك، يعني الله سبحانه وتعالى عطانا واحد الوقت ديال الزحمه وواحد الوقت فاش كنرتاحو كنتنفسو باش كنشدو الجهد نزحمو عاوتاني. الزحمه راه ماشي هي نزحم ونورك وندفع باش نتهنى، لا خاصني نزحم وقت ما قالت لي لا ساج فام زحمي، والوقيته باش قالت لي حبسي كناخذ النفس وكنهبطو باش كنرتاح وباش العضلات حتى هي ديال بيغيني اللي هي نوريها نحاول نوريها لكم بهاد هذا هو الراس، بهاد اللعيبه هادي هذا هو الراس، نتلو بان هذا هو الراس وهذا هو البيغيني
هذا هو الفرج، هذا هو البيغني، هذه فتحه الدبر يعني المخرج اللور، وهذه المخرج ديال الفرج المراه، وهذا هو الراس. اش كيطرى فاش كنكون كنعرف نسحب؟ كان ها هو الراس دابا جاي كنسحم، فاش كتجيني الزحماني كنزحم، كيوسع ليا الفرج ديالي. فاش كتمشي الزحمه كنتنفس كيترخى، كنزيد نزحم فاش كترجع ليا الزحمه، شتي راه كتوسع العضله وكنترخى، فاش كنترخى العضله كترخى، وكنوجد هاد البلاصه هادي باش ما كيتقاسش لك، قلت لكم باش ما تشركش لهاد الجي. كنزيد عاوتاني نزحم، ها باش ما انا كنزحم باش ما الراس كيخرج، فاش كتمشي ليا الزحمه كنتنفس، فاش كنتنفس العضله كترخى بحال نخرجوا شي بالونه ولا شي حاجه من شي بلاصه، هكا كنحافظ على العضله وكتخرج الراس بكل سهوله بلا ما كيتقاس لينا هاد البلاصه هادي. اش كيطرى لبعض العيالات اللي كتقول لك تشركت في الولاده؟ كتجيها الزحمه كتبقى تزحم دقه واحده وكتشرك اوتوماتيكمون، فاش هادي دفعك بالجهد ضروري تشرك الفوق يا هادي تشرك لتحت، وكي قلت لكم التشرك هو اللي كنحاولوا نتجنبوه من حيث كيكونوا مشاكل من بعد. كاينين تشريكات بعض المرات كتقول لك المراه شركني الراس، كتكون غرزه واحده ولا جوج غرزات، هذوك ما كيأثروش كتخيطيهم وما كيأثروش من بعد. ولكن التشريكه اللي خايبه هو فاش كيكون الجهد باش يجي الراس كتير كيشرك المراه، وكيمشي كي كنقولوا حنا بين قوسين كتخلط يعني بين القدام وبين اللور. الا جاب الله درت الغرز وتغرزت، وهذا بطبيعه الحال خصني نحافظ عليهم باش ما يتعفنوش ليا وباش ما يطيحش ليا الخيط قبل الوقت او لا يتحلوا ليا غرزات ونصدق في عمليات اخرين او لا عمليه تجميل من مورا الولاده. هادشي اللي ما كنبغيش نوصلوا ليه. الحال الدور ديال المراه هي فاش كتمشي لدارها او فاش كتكون في ديك 48 ساعه في السبيطار كيخصها تنقي بواحد المطهر او لا الماء دافي وصابونه ولا اي مطهر قيد ليها الطبيب. والحاجه المهمه هو تنشف، التنشاف هو اللي كيداوي الغرز. كنشف مزيان يعني كنشف غير بفوطه نقيه، كنشف غريزاتي، كندير ليهم بوماده الا خرجوها ليا ولا سبراي او لا ما عندك والو غير الدواء الاحمر حتى هو كينشف، كندير ليهم الدواء الاحمر، كندير في غارنيتور يعني خرقه ولا الفوطه الصحيه اللي كندير، وكنحاول داك الاسبوع من بدايه الولاده حتى الاسبوع الاول يكونوا نقيات ويكونوا ناشفات. وكاينه اللي كتستعمل الشيح حتى هو مطهر طبيعي يعني انتي بيوتيك حتى هو مضاد حيوي زوين ممكن تستعملي يعني ما عندوش اضرار. ولكن الحاجه اللي مهمه في الغراز هو تنشف ثم تنشف ثم تنشف، راه الا ما كتنشفيش كيتحل الخيط وكتحل معها الغرزات وكيولي عندك بحال ديفو من بعد. في حالة تحلت لك الغرزات او لا تحلت لك حسيتي بانه الخيط هبط لك قبل الوقت او لا لقيتي بانه كاين شي مشكل، ضروري تمشي عند لاساج فام او لا اللي ولداتك باش كتشوف الا كنتي محتاجه لجوج غرزات او لا غرزه او لا محتاجه لشي حاجه ما حد باقي ما اللحم تجمع يعني تكون باقي اللحم خضره كي كنقولوا. هادو هما الطريقه باش كتداوي الغريزات ديالك بطبيعه الحال من غير المضادات الحيويه اللي كتقيد لك اللي كيقيدوا لك بعد الولاده مباشره. كنتمنى يكون الموضوع مفيد وكنتمنى تكونوا استفدتوا، ونتمنى يكونوا مواضيع ديال القناه كيعجبوكم، والى عجبوكم شاركوا في القناه وشجعوني بلي كومونتير وبلي جيم باش نديروا مواضيع اخرى كتهم المراه في فترة الحمل وفي فترة الولادة وعلاش لا في فترة النفاس. كنتمنى لكل وحدة تفك بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.